فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا لم يقرأ المأموم الفاتحة في الصلاة السرية هل يتحملها الإمام عنه؟ إذا إيش؟ إذا لم يقرأ المأموم الفاتحة في الصلاة السرية فهل يتحملها الإمام عنه؟ نعم، ما دام له إمام فقراءته له قراءة في الجهرية وفي السرية، ولكن كونه في السرية يقرأ الفاتحة أحوط له. نعم. ويقول حفظك الله، وهل يقاس عليها سائر الأركان إذا تركها المأموم تحملها الإمام عنه كالركوع مثلا؟ لا ما يتحمل بقية الأركان، إنما الفاتحة فقط. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.